وهذا الشعب بقول لهم معا وسويا حتى يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين. عبثا تحاول، فالحق ذات يوم عائد لا بد عائد، وأن انحرفت الطرق المؤدية إلى القدس وباتت أطول. فللشعب الفلسطيني كلمة فصل لا يمكن تخطيها، والدال عليها عام 2000 حين خطت قدم شارون باحات المسجد الأقصى ممتحنة إرادة المقدسيين، فجاء الرد بانتفاضة أمعنت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي التنكيل أثناء المواجهات، وأمعن الشعب الفلسطيني في التشبث بحقه المشروع على ترابه الوطني. شرارة انتفاضة الأقصى اندلعت بإذكاء من رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك وبحماية 2000 مجند إسرائيلي. أما واجهتها التي أخذت على عاتقها إشعال الفتيل، فكان رئيس المعارضة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون، وقبيل صلاة الظهر وعلى مرأى ومسمع المصلين خط وتخطى عن قصد أو دون قصد الخط الفاصل بين هامش السلام الراكد منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 93 وبين صلب الحق الفلسطيني في القدس التي رحلت إلى قضايا الوضع النهائي. استشهد على إثرها في اليوم الأول 7 مواطنين وجرح 250 آخرين، كما أصيب 13 شرطياً من قوات الاحتلال. سرعان ما فتحت انتفاضة الأقصى ذراعيها لعموم المدن في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي عقر إسرائيل ذاتها، استمرت على مدار عدة أيام حيث استشهد خلالها 13 شاباً برصاص الشرطة الإسرائيلية، وأصيب المئات بجروح متفاوتة، فيما تم اعتقال مئات الشبان وتقديمهم للمحاكمة. وشكلت الانتفاضة الثانية أحد أبرز محطات النضال الشعبي الفلسطيني التي شهدت جرائم إسرائيلية كبيرة ومتتالية راح ضحيتها أطفالاً ونساءً ورجال. ووفقاً لإحصائيات فلسطينية رسمية، أسفرت انتفاضة الأقصى عن استشهاد 4412 فلسطينياً إضافة إلى 48322 جريحاً، بينما قتل 1069 إسرائيلياً وجرح 4500 آخرين حسب بيانات رسمية إسرائيلية.